واعلم أن رضا الناس لا يبلغك رضا الله عز وجل إذا كان في سخطه، فاحذر أن ترضي الناس بما يسخط الله عز وجل، فإن رضا الناس يبعدك عن رضا الله إذا كان ذلك في سخط الله عز وجل، فإنه من التمس رضا الناس بغضب الله عز وجل أغضب الله تعالى، غضب الله تعالى عليه وأغضب عليه خلقه جل في علاه، فاحذر ذلك واجتهد في طلب رضا الله عز وجل، ولو قلاك من قلاك، ولو نال منك من نال منك، فإن رضا الله جل وعلا لا ينال إلا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، والعاقبة للمتقين جعلني الله وإياكم منهم.